إذا سألت أي شخص يعرف قليلا عن التغذية فمن الأرجح أن يقترح عليك استعمال الشوفان بسبب احتوائه على كمية كبيرة من الطاقة التي سوف تستمر معك خلال النهار، ويعتبر أفضل وقت لتناول الشوفان إما في الصباح أو قبل التمرين بساعتين. ما سوف نقدم لك في هذا المقطع أفضل وأسهل طريقتين لتحضير الشوفان بسرعة ودون تكلفة. وتذكر، إذا استهلكت حبوب الشوفان بانتظام فبالتأكيد سوف يكون لذلك تأثير إيجابي على العضلات. والآن اضغط على لايك لدعمي ولا تنسى مشاركة المقطع مع أصدقائك، ولنبدأ على بركة الله. إذن ما سوف تحتاج إليه في الوصفة الأولى إناء أو أي شيء لوضع عليه الشوفان، ومن الأفضل ألا يكون من البلاستيك. أما قم بإحضار الشوفان وضع كمية تتراوح ما بين 70 إلى 100 جرام من الشوفان، وهذا يعتمد حسب قدرة جسمك. كلما كنت ضعيفا قم بزيادة الكمية. قم بسكب الحليب على الشوفان ليصبح رطب وانتظر ما بين 5 دقائق، بعدها يصبح جاهز للتناول. أمر آخر، يمكن إضافة فواكه أو مكسرات إذا كانت متوفرة، سوف يكون ذلك أفضل. بما أنك شاهدت الوصفة الأولى كاملة فلا تنسى الضغط على لايك لنصل إلى أقصى عدد من اللايكات وكتابة تعليق لكي أراك. فلنذهب إلى الوصفة الثانية. الوصفة الثانية الوصفة الثانية سوف تكون عبارة عن مشروب. قم بإحضار أي نوع من الخلاط، أضف عليها الشوفان. دائما اختر الكمية المناسبة لجسمك، ثم أضف الموز أو يمكنك استعمال تمر كبديل للموز مع إضافة كأس من الحليب. وإذا كنت تتوفر على مسحوق البروتين قم بوضع سكوب، أو يمكنك إضافة أي نوع آخر من مصادر البروتين الطبيعية. ما يهمنا في النهاية تلبية احتياجات جسمك من مصادر البروتين والكارب والألياف. الآن حان وقت يظل أفضل وقت لاستعمال هذه الوصفة إما في الصباح أو قبل التمرين بساعتين على الأقل. وإذا اتبعت هذه الوصفة بانتظام فمن المؤكد سوف يتطور مستواك البدني. في الحقيقة لا، هذه الوصفة لن تنفعك بأي شيء دون اتباع نظام غذائي كافي لاحتياجاتك اليومية. يمكن اعتبار هذه الوصفة كمكمل غذائي فقط. إذا تحتاج إلى معرفة المزيد من المعلومات قم بزيارتي على حسابي على الإنستغرام، سوف تجده في صندوق الوصف. ولا تنسى اشتراك في القناة ومشاركة المقطع مع أصدقائك، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله.